التعاون والتكامل يحيلنا إلى قيمة الجماعات الترابية في نظام السلوك السياسي المغربي، وخاصة وأن هذه الجماعات أصبحت تنظم من خلال قوانين تنظيمية وليست قوانين عادية. لذلك السؤال يطرح حول مخاطر جعل الإطار القانوني الذي ينظم الجماعات الترابية في مستوى قوانين تنظيمية. لماذا؟ على اعتبار بأننا نجد تدخلات الجماعات الترابية في مواضيع تكون من مواضيع تدخل جهات أخرى، وفي التراتبية المؤسساتية يظهر بأن الجهات الأخرى بأنها أسمى منزلة من الجماعات الترابية ولكن تنظم بقوانين عادية، بينما الجماعة الترابية في الممارسة تظهر بأنها أقل منزلة ولكنها منظمة بقانون تنظيمي. وأنا كنت قد في بالنسبة لتدبير جائحة كورونا مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي 14113 كانت تعطي للجماعات الحق في التدخل في مثل هذا النوع من الأزمات، ولكن الواقع أثبت أمور أخرى. لذلك بالنسبة لبعض من المؤشرات تتعلق بالمفاهيم المستعملة، فكل جهاز المفاهيمي الذي نوظفه في صلاحيات واختصاصات وفعل الجماعات الترابية هو مؤطر دستوريا: التنمية المستدامة، المنافسة، النجاعة، المساواة، الديمقراطية التشاركية من خلال المشاركة، الحكامة، خاصة مصطلح التقييم، الجهوية الجماعات الترابية في إطار الجهوية، التشاور، المراقبة. إذن فالجهاز المفاهيمي لدستور 2011 يؤطر كل تدخلات وأفعال الجماعات الترابية. لذلك أنا عندما أطرح هذه الأمور فأذهب مباشرة عندما تكون العلاقات التعاونية لا مشكل فيها لا تطار مثل هذه الأمور، ولكن عندما يحصل النزاع فهنا يكون أمرا آخر، على اعتبار وهنا كنطرح السؤال ديال التكافؤ المؤسساتي. انت تقول التكافؤ اكيد يصعب ان نتعامل بمقياس المساواة في كل شيء، كنقول المساواة فيه 10 سنتيم ديال العرض 4 متر ديال الطول خص يكونوا بحال، لا تنهضر مثلا على التكافؤ مثلا مستطيل مربع المساحه 16 4 على 4 8 في 2 مثلا، ولكن التكافؤ بمعنى الهدف الذي يهمني، وهو انه يحصل التكافؤ وقد تتعدد المقاربات والمنطلقات وصيغ الفعل والتفاعل، ولكن في نهاية المطاف نكون أمام وضعيات متكافئة بحكم أن المجال هو معطى ليس مستويا ولا يتعلق بمجال وحيد، فهي مجالات متنوعة ومتعددة، وعلى الأقل إذا خدنا 12 جهة فكل جهة لها تميزاتها. الفصل 143 لأن هذا المفهومين ديال التعاون والتكامل كيطرحوا أكثر من سؤال. يمكن نمشي معكم الآن من المؤشر بأن الجماعات الترابية في مجال التعاون مبادرتها جد محدودة لاعتبارات كاينة قانونية وكاينة اعتبارات سياسية، وفي بعض الأحيان يغلو الاعتبار السياسي رغم أننا غادي نجيو نشوفوا أن الدستور حاول باش يدير واحد التوزيع ديال الأدوار. لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعات أخرى، هذا منطلق أساسي ومهم، والجهات تتبوأ مكانة الصدارة. الإشكال عندنا أننا في مجموعة ديال الندوات كنتداولوا هاد المفاهيم وهاد المصطلحات، ولكن على مستوى الواقع، وهنا يمكن نربط ثاني بنمط الاقتراع. ملي كنجيو الان الى خديت الجهه ديال مراكش، واحد الوقيته الناس ديال شيشاوه كيغوتوا، القلعه كيغوتوا، اليوسفيه، الاسفي، هذه الاقاليم الحوز، مراكش كل، لان حتى نمط الاقتراع هو اقليمي ماشي جهوي، وهذه من الاشكالات المطروحه في هذا الباب. لان ملي تنقول خصنا نحققوا التعاون والتكامل
فهنا يطرح سؤال تناغم النخب، لأن هذه نخب سياسية، نخب منتخبة، وبالتالي يمكن من هنا أن نحلل طبيعة تأثير نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي على إنتاج النوع الذي نريد من النخب السياسية القادر على الوفاء بهذا الدفتر ديال التحملات الدستوري الذي يؤكد على مسألة التعاون. توزيع الأدوار، الجماعات خدمة القرب، الجهات التنمية المستدامة والمندمجة، العملات والأقاليم التنمية الاجتماعية. هناك نشير إلى مسألة، رغم أن المشرع لأنني كنهضر على التعاون والتكامل، من هي الأطراف؟ ما هو موضوع التعاون؟ ولماذا؟ ملي كنجي أكيد المشرع كان خصنا نحيدو داك التمييز ديال جماعة حضرية وجماعة قروية، وبدناه بالمصطلح ديال وسط قروي وسط حضاري. ولكن الآن على مستوى الممارسة، عندما نكون بصدد إعداد برامج التنمية الإقليمية وبرامج عمل الجماعات، تلقاو الجماعات اللي هي كتنتمي لوسط القروي كتمشي لاختصاصات ديال مجالس العملات والأقاليم، لأن جماعة قروية ما عندهاش لاسينيسمو، ما عندهاش الإنارة، ما عندهاش التوقف ستاسيونمو، ما عندهاش السير والجولان، واحد المجموعة ديال الاختصاصات ما عندها. اشنو عندها؟ كيبقى هذا الشيء ديال النقل بطبيعة الحال، والآن هذا الشيء ديال النقل هو اللي كتخدم فيه مجالس العملات والأقاليم، على اعتبار أن موضوع النقل هو مقتسم ما بين هذه الجماعات، والدور اللي أعطاه المشرع لمجالس العملات والأقاليم هو دور التعارض، لا ميتياليزاسيون. هذا فقط إشارة في هذا الباب. على أي الآن أشكال التعاون اللي عندي، مستوى التعاون بين الجماعات. عندي شركة التنمية بالنسبة للجهات، شركة التنمية الجهوية، مجموعة الجهات، مجموعة الجماعات الترابية، اتفاقية التعاون والشراكة. تقريبا التعاون ما بين الجماعات ما كيتجاوش 1.6%، والمبادرة لا تكون من طرف الجماعة، تكون من طرف العمال. هنا كنطرح السؤال، إذا كانت الجماعات فعلا بغات تفرض الاستقلالية ديالها، علاش كنتظروا المبادرة من عند العمال باش هما اللي غادي يجيو يعيطوا لنا باش اننا نديروا مبادره ديال التعاون، مثلا اداره وتدبير النفايات الصلبه او اداره غالبا هذه هي الامور اللي تيكون فيها هذا العمل المشترك او هذا العمل التعاوني للمشترك. اذا هذا بالنسبه للعملات والاقاليم، شركات التنميه، مجموعات عملات والاقاليم، مجموعات الجماعات الترابيه، اتفاقيه التعاون والشراكه، كذلك بالنسبه لمجالس الجماعات. إذن فالتأطير الدستوري مما يعكس بأن التعاون والشراكة هي مقصد دستوري أساسي، ماشي فقط مسألة تكميلية أو كمالية، هو مسألة أساسية. لأن هنا كنطرح سؤال التقائية، الآن ملي كنهضروا على الموارد ديال الجماعات الترابية، كون متفقين بأن الدولة تقريبا كتخلي المصادر ديال المصادر الذاتية غتكون عندك واحد 30-40% إلا كثرتي، المصادر الأخرى هي عن طريق الشراكة. هنا كيبقى المنحة أو المستوى اللي غادي نعطيه للشراكة في إطار طبيعة التعاون داخل الجماعات التي تنتمي إلى نفس المجال أو تتقاسم خصائص جغرافية معينة. هنا كما قلت، فالجانب ديال الالتقائية اللي كيعكس ليا هو مؤشر اللي غادي يعكس ليا جوانب التعاون والتكامل بدوره ضعيف. إذن هنا شنو هو المؤشر باش غادي نقيس؟ ما هو المؤشر اللي غادي نقيس بأن الجانب ديال الالتقائية ضعيف؟ نتدخل في نفس القطاع وكل واحد منا يعد برنامجا معينا. إذن الماء، إلا خدينا الماء كل هي الجماعات تتدخل في موضوع الماء، الجهات تتدخل في موضوع الماء، ولكن تدخلها في موضوع الماء تنرجع لذاك لونغروناج ديك الثلاثية. يجب أن يتم بروح التدبير المستدام والمندمج. واسمحوا لي إذا مشينا الآن للسلوك ديال الجهات، هل فعلا ما تقوم به الجهات يسير في اتجاه
المستدامه والمندمجه. الجهه كتنوض كتشري لي زومبيلونس وكتشري سيترنات ديال الماء وكتبدا تفرقوا باش على دور الجهه. انا اطرحت السؤال، اليس هو دور الجهه؟ ايه حاله استثنائيه ضعفيه معينه يمكن نقلب على صيغه ديال التعاون ديال الشراكه، ولكن ادوار الجهات هي ادوار استراتيجيه. ملي كنقول التنميه المستدامه والمندمجه، اذا فهذه مسؤوليه. وعلاش المشرع عطاك دور الصداره؟ ما كان المشرع انه يعطيك الدور ديال الصداره في هذا الاساس لولا هذا التحمل الذي اعطاه للجهات، وهو دور التنميه المندمجه والمستدامه. هنا مساله اساسيه بالنسبه للتعاون والتكامل. انا تنقول بان اليوم نتحدث عن الامن الخدمياتي، لان الامن الخدمياتي مصطلح الامن يحيل الى ماذا؟ هو رساله اساسيه في عمل الموظف تجاه المرفق، يحيل على ما يلي. اذا ملي تنقول موظف ولا اللي تقدم الخدمات، الحاله التي يحس فيها الانسان بالامن والطمانينه والاستقرار. هنا تنطرح السؤال، هل في الجماعات التي ننتمي اليها نحس بهذا الامن الخدمياتي؟ مؤشرات قياس هذا الامن الخدمياتي بطبيعه الحال. هنا كيطرح سؤال في مجموعه من الحالات، اننا نعطيكم مثال، جهه مراكش مازال ما قدروش يحسموا في مجموعه من الاسئله المتعلق بالمشترك بين الجماعات. شنو هو المشكل؟ مشكل سياسي ماشي قانوني. لماذا؟ لان ملي غادي نديروا واحد العمل مشترك متكامل، بمعنى ان الجهه او الجماعه اللي هي ناقصه شويه غادي تستافد من الجماعه اللي عندها الامكانيات، ولكن لا كابيتاليزاسيون لا ما نسميه بالراسمنه، هذاك المشروع الراسمنه نتاعو من غيعود تيقول لك هذاك رئيس الجماعه مش غادي ندخل في شراكه، وانا اللي غادي نعطي ميزانيه اكبر باش يستافد منها رئيس هذاك الجماعه، ومن بعد حتى هو هذاك غدا غادي يلقاه في اللوائح الانتخابيه، هو يرقد لائحه من اللوائح، وبالتالي لاش انا غادي نساهم في الراس المال السياسي ديال واحد المنتخب. وبالتالي الحل، هذه امور حاضره كيبقى كيف نتعامل معها. هذه الاشكالات، هذه امور ماشي تقنيه، هذه امور سياسيه تتغير تتنقل بحسب معطيات عالميين. اذا فالتعاون والتكامل يبقى متوقفا على مجموعه من العناصر، رغم انتم كتشوفوا الاطار القانوني متوفر، بل اكثر من ذلك، من ذلك راه كاين طرح متقدم. ملي تنقول شركات التنميه محليه او اقليميه او جهويه، هذا كيدخل في اطار ما يسمى بالاكسترناليزاسيون، اي اننا كنجيبوا واحد الشخص معنوي اخر اللي هو كيقوم بالاداره والتدبير اعتبارات. علاش هاد الاكسترناليزاسيون؟ لاننا كنتحرروا من واحد النسقيه، واحد النمطيه اللي ما كيمكنش انها تعاوني باش انني غادي ندبر واحد القطاع من القطاعات، خاصه القطاعات اللي كيكون التغير والتحول مرتبط بتحولات سياسيه استراتيجيه الى غير ذلك. على اي الان بالنسبه للتعاون والتكامل بالمنطق اللي هو مطروح، يرتبط بواحد النظام قيمي. هذا النظام القيمي كله هو كيطرح الدستور ديال 2011، التنافسيه، الابداع، الديناميه، المرونه، الشموليه، الشفافيه الى غير ذلك. ثم كذلك مساله اخرى اللي هي كتجعلنا بان مساله التعاون والتكامل تبقى عند واحد المجموعه اكراهات، وهو ان قيم التمييز تطرح اشكال على مستوى الاداره والتدبير الجماعي، لان الجماعه غادي تقلب على التعاون وغادي تعطيه قيمه، وكذلك على التكامل اذا كانت عندها قيم التمييز. ولكن احنا بالنسبه للجماعات الترابيه فيظهر بان هذا النظام القيمي، انا تنقول دائما راه ملي تنهضروا على الحكامه راه تتعلق بنظام في القيم الجماعيه التي ترتكز او تعتمد على واحد المجموعه من المبادئ، وبالتالي فواهم من يعتقد هنا كيبقى الدور
ديال التنشئه والدور ديال التكوين والمصاحبه والمواكبه اللي غادي يمكن يحلنا على مصادر ومنابع النخب المنتخبه. واش الاحزاب السياسيه تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب ام ان هناك على اي حنا كنا درنا دراسات ولقينا بان يمكن نقول لك ما يزيد على 80 الى 90% ديال المنتخبين كيقول بمجرد ما انه كيصبح منتخب الحزب السياسي ما كيعرفوش ما كيعيط ليه لا الدوره لا التكوين كيبقى كيتقاتل هو مع راسو حتى كتجي الانتخابات الى غير ذلك. وهنا راه لاحظنا واعتذر لان راه الانتخابات جايه وهذا القاسم الانتخابي على اساس المسجلين بعدد اللوائح اعطانا واحد المؤشر اخر شنو هو؟ بان الاحزاب السياسيه متغير تابع وليس متغير اصلي في المعادله السياسيه. شنا بان احزاب كان الاول والثاني كيتقدموا باسم الحزب وكينجحوا كيدوزوا بجوج دابا قال لي لا انا غادي نترشح هنا انت غتمشي ليه وداز ما كاينش مشكل. اذا فملي كنهضروا على لا موراليزاسيون على التخليق وكنهضروا على واحد المجموعه ديال القيم اعتقد بان السلوك مهم واساسي. ما عرفش واش باقي شي شويه ديال الوقت على اي مفاتيح الاداء دوافع الاداء المتميز على اي معايير تميز الاداء التنظيمي مثلا بالنسبه للشركات كنموذج يمكن ناخذوا الى اي حد هذه العناصر متوفره غير متوفره عناصر اساسيه في تحقيق الاداء المتميز تحفيز الانفتاح المعرفه الانخراط الالتزام. هنا تنسولو تنقولوا دور الجامعات في انتاج المعرفه انتاج المعرفه هذا كيتعتبر من المؤشرات اللي هي والانفتاح راني هضرت قبيله مخاطر الاداء الغير المتميز. لا لا اليوم راه كنهضروا بقيم السوق اليوم الجماعه الترابيه كنهضروش بقيم عاديه قيم السوق فقد المكانه في السوق عدم القدره على المسايره الانطواء تصاعد التوتر والصراع. ملي كتكون الجماعه ما قدش انها تخلق فرص راه كيولي الصراع ما بين اعضائها وحتى ما بين الساكنه واختي بهاتي. كيف نفهم هنا تنهضر بان راه اللي كيتحكم هو السياسي ماشي التقني بان مجموعه من المجالس رفضت التصويت او صوتت ضد مجموعه من المشاريع لفائده المواطنين. قنطره جبنا تمويل الرئيس جرى جاب تمويل من جهه معينه وبرمجنا هذه بالقنطره وجينا وتنرفضوا تنقولوا لا ما تدوش القنطره انه شنو هي الخلاصه هذيك القنطره غادي تربط الدوار واحد المجال وبالتالي الا دازت القنطره وشكون اللي كان تيترأس المجلس هو فلان اذا ذاك الدوار كله غادي يصوت لهذاك الرئيس بمعنى لاحظوا في نهايه المطاف خصنا نقلبوا هذه معطيات كاينه كيف كيما قلبنا على تنظيم حالات التنافي باش اننا ما ندخلوش في تنازع المصالح كيف نفكر في المصفوفه اللي غتجعلنا باش اننا ما ندخلوش في هذا النوع من التطاحن ديال المصالح والذي اكيد بان يمكن نحركوا المساطير في اطار عرقلات مبدا استمراريه المرافق العموميه. وهنا على اي كنفتحوا المجال امام تدخل السلطه الاداريه اللي كنقولوا بانه كيتعتبر واحد مساس الخيار الديمقراطي الى غير ذلك على اي فهاتي هذا قلق وهذه اسئله تحيرنا نحاول ان نقارن بها في اطار هذه الازدواجيه ديال التقنيه والسياسي. شكرا.